الحزب الشيوعي ده ببساطة هو قاعد يوفر غطاء سياسي للسلطة الانقلابية بوضوح. هو لأنه بيقول الكلام وهو لابس هدوم الثورة دي، زي الزول اللي شال في الموقف بتاع الحرية والتغيير وشال سكين دار طعنيانة وكان داير وكسر عربية الصديق الصادق، والزول الفك في بومبان في الندوة بتاعت شمبات والجفك بومبان في الندوة بتاعت نود نوباوي، وفي سير الناس ما بقولوا الزول جفك بومبان في اجتماع بتاع لجان أحياء بحري وجفك بومبان في اجتماع بتاع لجان أحياء ومبدة، ما بقولوا الكلام ده. ده زول واحد، ده زول واحد لابس هدوم الثورة دي وبقول كلام ثوري، لكن هو شغال بامتياز وعميل مأجور للسلطة الانقلابية بكل وضوح. الحزب الشيوعي قاعد يوفر الغطاء للانقلابيين المأجورين اللي بينفذوا في اجندات الانقلاب داخل اغوى الثورة دي. ما يهمون الشيوعيين انه هم اللي عاملين الانقسام ده، الشيوعيين دي ما عاملين اي انقسام ولا عندهم قدرة ولا عندهم مروة، لكن عناصر الانقلاب المأجورة اللي بتعمل مع الانقلاب بتدعي وبتقول خطابات بتمثل الحزب الشيوعي حتى تظهر بانه ده خطاب ثوري. وانا حقول التاريخ ده بيكتب، والشيوعيين ديل اصلا ما يكذبوا التاريخ ده قاعد. الشيوعيين ديل لما حزب الامه جمد عضويته في الحريه والتغيير هون ده جوجل قاعد الحمد لله. دي ما سنه 70، طبعا سنه 70 وسنه 69 بيستهبلوا، ما في المعلومه دي ما متاحه وسهله زي هسه، لكن هسه جوجل ده قاعد. لما الحزب الشيوعي ده لما حزب الامه جمد عضويته، حزب الشيوعي طلع له بيان طول في عرض بانه حزب الأمة بيهدد في الانتقال وحي